حمزة يا حمزة كي داير مزيان؟ لاباس الحمد لله. دوي لي يا حمزة كيفاش تتعرفتي على محمد الريفي وكيفاش تتعرفتي على مراد بوريق؟ مراد بوريق تعرفت عليه في لوتيل، كنا ديك الساعة باش كانت الوقت ديال باش كنا كنسجلوا البرنامج. هو جا صدفة، ما كنتش انا ما كناش عارفين شوية، كيقول لنا مراد بوريق راه كاين في لوتيل صافي. جيت بغيت زعما نتصوروا هكذا، كلشي كيتصور كاع اللي كانوا في واش انت كنتي كتعرفو ولا ما كنتيش كتعرف؟ لا كنت كنعرف صافا بعدا، كنت كنعرف دائما كنسمع ليه وزعما كان كيطربني بزاف، وتا هو راه عطاني شويه د الحماس انني نشارك. واش غنقول لكم، وديجا جا عندي الغرفه ودربنا ودرنا كلشي. شنو هما النصائح اللي كان عطاك مراد؟ كانت ديك الساعة في الوقيته ديال المواجهة، كان كيعطيني واحد النصائح اللي زوينة، كنا كنضحكين وكل شيء زوين ناشطين. عائلة وحدة يعني، كنا بحال عائلة يعني. كان بالعكس هو تبارك الله عليه، بعدا هو تبارك الله عليه حمزة ماشي سبيسيال، هو الدري كيبان لك ميز واخا ما شاء الله يعني خمسة وخميس الله يحفظه. والريفي فريمون الريفي كان واحد النهار كان جاي ديجا جا عندنا مراد البوريقي وكان جاي معاه. ما تعرفت عليه وتشرفت والله. كنت ديجا حتى هو عارفه، وكنت تفرجت فيه وكنت فرحان ليه، وكان صوته كيعجبني بزاف. دونك يعني بجوج من صدفه دابا ولاو جوج صحابك ياك. ولكن دابا